أنا همكم، أنا غمكم، أنا سقمكم، أنا سمكم في السر والإعلان، أذهبتم نور القرآن وحسنه. قد قلت مرارا في هذا الجامع وغيره أن بعض الناس قد يكون سببا في صد الناس عن السنة بخلق أو قول أو فعل أو نحو ذلك، صحيح؟ هذا العامي وهذا الذي جاء حديثا سيصطدم بمثل هذه المواقف من أحد الناس لا تحمل السلفية ولا الدعوة السنية أخطاء بعض أفرادها حتى ولو كان من علمائها، لا تحملها الدعوة. المرء محاسب بنفسه، ستكتب شهادته ويسألون. أما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته الطاهرة فهي نزيهة منزهة عن مثل هذه الأمور العظيمة والقبيحة التي قد يرتكبها بعض الناس وأحد الناس، ولا يجوز أيضا التعميم. فنقول كل من كان كذلك من السلفيين وأهل السنة هو كذلك، لا، لا تعمم، هذا من الجور. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. إذن بارك الله فيك، انتبه وراقب